إذا ننتظر التنفيذ. نرفز في هذه اللحظات، نرفز في هذه اللحظات وإثارة في المباراة الأخرى بين الأهلي والترجي. سعيد فتاح أمامنا على الصورة، يودع ملعب خمسة جويلية. شاهدوا اللقطة فعلا، يعني بكل صراحة لقطة وحركة لا رياضية من سعيد فتاح. كما قلت يجب التحلي بالروح الرياضية. سعيد فتاح لاعب ممتاز ولا نريد مثل هذه التصرفات هنا. سعيد فتاح بطلب من طبعا مدير الإداري مرباح.